مشاهدينا بنرحب بحضراتكم ولسه لقاءاتنا معاكم في يحكى أن مستمرة، ودلوقتي احنا معاكم من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. ومن الكتب المميزة الحقيقة المشاركة في المعرض السنة دي هو كتاب فن الاتيكات لخبير الاتيكات والمدرب المعتمد نادين جاد، وهو أول إصدار ليها. فخلينا نتكلم عن تفاصيل أكتر مع نادين. نورانا. شكرا وجودك نادين. كلميني على فكرة تواجد كتاب فن الاتيكيت في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وكنت حريصة ان هو يكون اول اصدار ليكي مشارك في المعرض. انا كنت حريصة على ده. مهم ان الشباب يقروا وكل الناس تقرا. الاتيكيت محطوط في خانة معينة؟ لا، هو اسلوب حياة. ازاي اسيب بصمة حلوة في المكان بعد ما امشي؟ ازاي اتصرف بشياكة وبرقي عشان الناس تاخد عني انطباع كويس واسيب بصمه كويس؟ احنا كلنا اساسا لينا وقت معين هنقعد فيه، في الاخر البصمه بتاعتنا هي اللي بتفضل. وممكن احنا نكون قدوه لحد واحنا مش شايفينه، هو بس اللي شايفنا. انا مش بقول ان احنا نفضل ناكل بالشوكه والسكينه او نقعد بطريقه معينه، هي الفكره انت بتمثل مين؟ بتمثل بلدك؟ يبقى انت لازم تتصرف بالاتيكيت عشان ما يتقالش عليك الهمجي. بتمثل عيلتك؟ بتمثل شركتك؟ بتمثل ايه بالظبط؟ فين ومع مين؟ الاتيكيت متغير، البروتوكول لا ثابت ما بين الدول. الاتيكيت متغير، لازم الولاد والشباب وكل حد يعرف، الاب والام، نعود الولاد عشان يبقى اسلوب حياه. امتى اقدر اتكلم؟ امتى اختار الوقت المناسب؟ امتى اتصرف في المواقف المختلفه؟ حياتنا كلها فيها اتيكيت. المواصلات العامه، في المدرسه، في النادي، في الشارع، في محل الملابس. بس فكرة انه الاتيكيت متغير زي ما كنا بنتكلم يمكن قبل ما نصور، هو حتى متغير من قرية لقرية، متغير من محافظة لمحافظة، بس ده بيبقى صعب، يعني صعب ان حد يقدر ان هو يتعامل او يستوعب كم كل مش هنقول رولز ولا قوانين، بس هنقول الاتيكيت، يعني طريقة التعامل عشان نقدر نحفظها متهيألي صعبة. فازاي ممكن نقدر نلم بيها بشكل عام؟ لا، هي مش صعبة، هي بمنتهى البساطة. حب لنفسك ما تحب لأخيك، أو حب لأخيك ما تحب لنفسك. أنا بحط نفسي في الموقف ده، لو أنا اللي بتعامل بالطريقة دي هكون مبسوطة ولا لأ؟ أحرجت حد ولا لأ؟ وبعدين بيختلف، لان في الصعيد غير وجه بحري، غير وجه قبلي، غير المدن الجديده، كل مكان وليه نظامه. يعني فعلا هو كل دي نقطه مهمه، الاتيكيت ابعد من فكره الشوكه والسكينه، ويعني ابعد من ده بكتير قوي، وبيبقى فن التعامل، فن التعامل الراقي بشكل عام. وانا سعيده ان كتاب زي ده يبقى موجود. الحقيقه الكتاب ده انا كنت حريصه ان هو يبقى زي مش كتالوج، دليل اللي عايز يعمل ايه. يعني اللي عايز يحضر مناسبات هيلاقي كل المناسبات من اول راس السنه وعيد الام والفالنتاين داي وعيد الميلاد والجواز والتحضير وكل حتى المباركه على المولود الجديد. يعني انا تابعت طبعا، شفت التعاملات اليوميه. صحيح، احنا بنروح فين؟ ممكن نروح سوبر ماركت نشتري حاجات، نروح عياده الدكتور، نروح مستشفى، نروح نادي، ايا كان. ممكن في الاجازات مسرح، سينما، سفر، الاقامه في الاوتيل، ازاي اتعامل في رمضان، البس ايه، اتكلم ازاي لو انا عازمه او انا معزومه. التعامل حتى بين الزوجين شفتها، التعامل ما بين الزوجين. اصل مش عشان احنا متجوزين اصحى بقى منكوشه وما اقولوش صباح الخير واخد حاجته وما ارجعهاش مكانها، ما كل ده قله ذوق. يعني انا سعيده بوجودك معانا الحقيقه، وسعيده باصدار هذا الكتاب. انا بحييكي طبعا، وسعيده انك كنتي معانا النهارده، وان شاء الله دايما من نجاح لنجاح. شكرا جدا، كلك ذوق.